الحين مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل، لا زالت مسيرة التحدي والمنافسات هذه الصباحية في ميدان دستور لسباقات الأجل ضمن شارة سعيد بن سهيل بن دليوي. شكرا براشد في هذه المكرمة وتجمع كذلك من الأخوة المهتمين بهذه النوعية وهذه الأشكال في مشاركة المرموم. ننتقل بصدارة الشوط وهذا الشوط الخامس بمشاركات اليوم الخاص بالأبكار في هذه الانطلاقة. نشوف المركز الأول، هنا نوف غيرت واحتلت المركز الأول، محمد بن خميس بالصوب الاجتبي، بينما المركز الثاني مشاهدين الأعزاء وصلت أغادير عبد الله بن سعيد بن مبارك المنصوري من يحتل المركز الثالث. المركز الثالث إذا مشاهدين الأعزاء أو المركز الثاني، بينما المركز الثالث هذه أنهار سلطان بن سعيد بن راشد الخاطري يحتل المركز الثالث. أما المركز الرابع هذه الآن تصل مشاهد الأعزاء شاني غدير بن محمد غدير المقبالي، والمركز الخامس الآن وصلت مشاهدين الأعزاء ها هي مسقط لسعيد بن حمد بن سعيد الكاسبي. هكذا النتيجة يا الحول الكريم مشاهدينا الأعزاء، عودة إلى صدارة الشوط، عودة إلى مسقط الآن غيرت واحتلت المركز الأول، مسقط في المركز الأول في صدارة الأولى. يا سلام سعيد بن حمد بن سعيد الكاسبي هو صاحب المركز الأول، إذا مسقط على الصدارة، مسقط على قمة الشوط، على قمة الشوط وتحدي المنافسة الأولى. تهانينا والناموس للكاسبي على فوز مسقط من المركز الأول، بينما المركز الثاني ها هي مشاهدينا الأعزاء تصل بالمركز الثاني شاهينية غدير محمد غدير المقبالي، المركز الثالث علي بن سالم الربيعي، والمركز الرابع مشاهدينا الأعزاء انهار سلطان بن سعيد بن راشد الخاطري. والتوقيت الزمني يا أبو سلطان دقيقتين 13 ثانية هو التوقيت الزمني الخاص بهذه الدلول من خلال الانطلاقة والتحديات في هذه المشاركات. إذا نهني ونبارك للسيد سعيد بن حمد بن سعيد الكاسبي على فوز مسقط بالمركز الأول.